ضغط من البداية قوي من بي ام دبليو. هدف أول عملها بتشينيو، عملها بتشينيو. لسه بتكلم على بتشينيو وعن قيمته كأحسن لاعب في البطولة السنة اللي فاتت. السنة دي بيبدأ أيضا بداية قوية، سجل هدفين في مساعد الميلان، هدفين في القيروان، ودي هدف دلوقتي بياخدها بشكل جميل قوي 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 بمتابعة ممتازة. ليه هدفين في أقل من 15 ثانية، أدي الانطلاقة وبالتالي موقفه صعب جدا جدا. أدي الانطلاقة تاني من جديد، فادي الشيخ، فادي الشيخ بيعدي بيمر بيشوط، وهدف أول، هدف أول. نجحوا نجحوا في تقليص الفارق بالفعل، إصرار كبير لسه بقول لحضراتكم عليه. ينجح تماما في الوقت المناسب اللاعب رقم 6 محمد الخماسي. يا ولد القطعة الجميلة، سترينجاري وبتشينو، سترينجاري وبتشينو، بتشينو بتشينو بتشينو، يسجل يسجل بتشينو البرازيلي. لعيب لعيب لعيب، ولد 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 بالفعل، يسجل بعد أداء عظيم في تحدي عبد الرحمن المسبحي. 27 سنة عبد الرحمن لبتشينيو. يا معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم، آه يا معلم يا معلم، والله معلم، معلم على كل الحراس، معلم على كل الشباك، معلم في الملعب كقائد، كأسطى، كأستاذ، كرئيس قسم، كمايسترو. والمايسترو غدا هيلعب معاك، المايسترو الحقيقي هو بيرلو. غدا بتشينيو هيلعب مع بيرلو، مع بيرلو. بعد ذلك إلى السيارات، باتت واحدة من أهم صناعة السيارات على مستوى العالم، قوة ومتانة وقيمة وعظمة. والبرازيلي بتشينيو، بتشينيو نتحدث عن بي ام دبليو وقوتها وعظمتها كسيارة تاريخية من القرن الماضي، من الحرب العالمية الأولى بدأت بمحركات الطائرات، بعد ذلك للسيارات. إلا وبتشينيو ممثل بي ام دبليو في دورة الروضان، قوة والطاقة والرغبة والجدية وتصويبة جميلة وحقيقية. الله 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 على المسبح. يا سلام يا عبد الرحمن، يا سلام يا عبد الرحمن.